قبة الانطلاق على طول تاني البنياس. هل البنياس يعود مبكرا في الشوط الثاني؟ شوط مهم جدا جدا لبنياس. نادي الوصل بيلعب على الدوري وبيلعب على الكاس، وبنياس بعيد عن الدوري، وامله الكبير في هذه البطولة طبعا، ووصل فيها لمراحل متقدمة. فوز وتخطيه لنادي الوصل النهاردة يعني الوصول للدور قبل النهائي، ونادي الوصل كذلك يمني نفسه بحصاد لموسم محترم وموسم كبير الحقيقة، نال في احترام كل المتابعين لنادي الوصل. تمشي على طول الكرة تاني في الكابة اليسرى ناحية خميس صالح، خميس صالح المدافع الأيسر لبنياس، والكرة العرضية لكن في الأخير إلى ركلة مرمى. في الأخير إلى ركلة مرمى. الوصل يبدأ بخالد السناني حارس المرمى، هزاع سالم وسفيان وجمال العمري واللاعب عبد الرحمن صالح، وسط الملعب سياكا واللاعب بوبليتي وجوتيريز، بالاضافه لفابيو ليمو وعلي صالح طرف الملعب، وتوماس شانكلاي اللاعب المهاجم الارجنتيني صاحب هدف المباراه الوحيد في الدقيقه 36 من عمر الشوط الاول للفريق الوصلاوي. الوصل يبحث، الوصل يامل، الوصل السبعة دوري، الوصل 63 عام على تاسيس هذا النادي، الوصل باللقب الاخير قبل 16 سنه كان فاز بكاس صاحب السمو رئيس الدوله، يأمل ويتمنى طبعا تخطي بنياس ثم للحادث حديث اخر، كذلك الحال بالنسبه لبنياس. عرقله وخطأ وركله حره مباشره على فواز عوانة. ركله حره مباشره على فواز عوانة، ادي الخطأ. 4 3 3 الفرقتين يبدأوا المباراة، وادي على طول فواز عوانة. جماهير نادي الوصل طبعا جماهير حاول تضغط على احمد سالم حكم المباراة عشان يعني يكون في قرار، يكون في انذار مثلا لفواز، وادي على طول فواز عوانة. لما بيكون فورما بيكون حاله كويسه بيفرق كتير الحقيقه مع فريق نادي بنياس. فواز عوانة الشوط الاول كان مادي اداء كويس جدا، كان مادي بشكل مميز مع فريق نادي بنياس في الشوط الاول من هذا المساء. التحولات الهجوميه بالنسبه للفريقين في الشوط الثاني، يمشي على طول الكرة تاني ملعوبة للجانب الأيسر ناحية اللاعب سياكا، يمشي سياكا لعب الكرة تاني على طول فابيو ليما، بدأ يقع فابيو ليما، يمشي على طول الكرة فواز عوانة، أماميها على طول الكرة تاني صالح بنياس، يمشي على طول الكرة تاني سواريز، سواريز يضغط عليه سياكا، سواريز يلعب الكرة سواريز ملعوبة في اليسار ناحية خميس صالح، خميس صالح يقطع تاني سياكا، يمشي سياكا أمامنا صالح الفريق الوصلاوي حزاني مساحات الوصل. بص يا ديما لعيبه ولد يا ولد على اللعيبه الكبيره خطيره جدا خطيره شكل. ايوه الثاني الله الوصل 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 في ليله في ليله جوتيريز يسجل، لكن شوف التمريره بتاعت اللاعب فابيو ليما يا جماعه المهاره. الوصل برازيل برازيل، شوف فابيو ليما الباصه بتاعت فابيو ليما بالقدم اليسرى لعيبه الكوره بقى اللي هي اللي فيه شرطه زياده. فيليبي جوتيريز يسجل هدف ثاني بالنسبه للوصل في احلى تويت يتمناه الوصلاويه. بص شوف الكره بتاعت فابيو ليما، برضه غلطه برضه غلطه، محدش يلعب بالعرض يا جماعه، محدش يلعب بالعرض يا خميس، غلطه من خميس وغلطه من سواريز، ونادي الوصل النهارده بيقتنص اي فرصه غلطات. درس عظيم جدا النهارده في المباراه بالنسبه للعيبه اللي بتلعب في التمركز غلط. خميس صالح استلامه غلط وقراره غلط، وبالتالي نادي بنياس او نادي الوصل يستفيد من خطئين يا جماعه، خطئين. ادي جوتيريز حاططها عكس حارس المرمى جميله، حاططها عكس حارس المرمى جميله، ما تفلسفش فيها خالص خالص خالص، وتحرك حلو قوي من التشيلي، لكن الباصه بتاعت فابيو ليما باصت لعيب كوره كبير جدا. مواجه القدم الخارجي خلى الراجل راح هو وجول يا جماعه، خلى الراجل راح هو وجول، خلى الراجل راح هو وجول. هدف تاني ممتاز، يمشي على طول الكره تاني خطيره، لكن الى حارس المرمى، الى حارس المرمى. شوف خميس صالح عمل غلطه خطيره جدا